دكتور، كيف ترى وجهة نظر أو رؤية المجتمعين للتدخلات التركية، التدخلات القطرية، محاولات احتواء الإرهابيين والرسائل الواضحة من إدارة القمة وقبلها قمة ميونخ للأمن في أن هناك دولا ترعى وتمول وتقدم غطاء سياسي وإعلامي للإرهاب؟ كيف ترى مخرجات هذه القمة في منع أو دحض هذه المحاولات؟ هذه القمة ستكون مجرد حجر في جدار سيتكون وبدأ يتكون منذ سنتين في موضوع الإرهاب الخفي من جهة، تمويل الإرهاب بطريقة غير مباشرة من جهة أخرى، والتدخل في شؤون الدول. بدت هناك قناعة لدى الدول الأوروبية أن مجموعة من الدول وبالتحديد إيران، تركيا والمزود بالمال لهم قطر بدأوا يتدخلون في أمور أخرى هم أصبحوا يلمسون لأنهم كانوا قريبين منها. الإيطاليين يعرفون التدخل القطري في ليبيا، الجهات الأخرى، ولذلك لم يتشكل موقف واضح ضدهم لأن لهم مصالح كثيرة، لها تعقيدات كثيرة، ولكن الأمور عام بعد عام يتضح أكثر والصورة تتضح لهم ويترتب عليها ردود فعل أفضل. شكرا جدا. مرحبا. شكرا.